هنستكمل مع بعض العملية الثالثة من محاضرة النهاردة، وهي عملية الـ Define Scope، تعريف النطاق. وطبعا احنا لسه في مرحلة البلانينج، في مرحلة التخطيط. تعريف العملية هي من اسمها احنا بنعرف نطاق المنتج او نطاق المشروع. هي عملية وضع وصف مفصل للمشروع والمنتج. Developing a detailed description of the project and product. طبعا في عندنا شكل هنا مهم جدا جدا، وهو what's in و what's out. what's in and what's out، يعني ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. المخرج من العملية دي، المخرج من عملية define scope، هو project scope statement او بيان النطاق. طبعا زي ما هنعرف بعد شوية ان project scope statement ده بيحتوي على ايه اللي موجود فيه، ايه النطاق اللي احنا هننفذه، ايه اللي جوه السكوب، وايه اللي بره، ايه اللي بره السكوب، اوت اوف سكوب. فهو ده الفايده من العمليه دي، هنعرف ايه اللي احنا محتاجينه او ايه السكوب بتاعنا وايه اللي مش موجود في السكوب. طبعا هندخل سريعا في الانبوتس والتولز والتكنيك والاوتبوتس. الانبوتس في العمليه دي وهو الشارتر طبعا، لان الشارتر فيه الهاي ليفل ريكويرمنت، في سكوب بس بشكل هاي ليفل. البروجكت مانجمنت بلان، الخطه اللي فيها بتحتوي على السكوب مانجمنت بلان اللي احنا وضحنا قبل شويه، ان السكوب مانجمنت بلان هي خطه بتقول لي هاو، بتقول لي ازاي، بتقول لي ازاي هيتم عمل ايه، ازاي هنعرف او هيتم اعداد البروجكت سكوب ستيتمنت. فلهذا السبب هي موجوده كانبوتس في العمليه دي. طيب سريعا كده هندخل على الاوتبوتس من العمليه. اهم نقطه في العمليه دي او احنا بندور على ايه، بندور على البروجكت سكوب ستيتمنت، هو ده المخرج الاساسي والرئيسي من العمليه. هنستعين ببعض الانبوتس والتولز والتكنيك عشان نطلع البروجكت سكوب ستيتمنت. بيحتوي على عده حاجات مهمه جدا. اول حاجه البرودكت سكوب ديسكريبشن، وصف لنطاق المنتج، البرودكت سكوب او فيها او اللي هي خصائص المنتج. تاني حاجه الاكسبتنس كرايتيريا، معايير القبول، هي عباره عن ايه، يعني مجموعه من الشروط سيت اوف كونديشن اللي احنا او المطلوبه عشان يتم الموافقه على الديليفربلز. يعني الكاستمر لما يجي يستلم اكيد ما بيستلمش عشوائي، اكيد في معايير هيتم الاستلام على اساسها، هي دي الاكسبتنس كرايتيريا. البروجكت ديليفرابلز هي مخرجات المشروع بتاعنا، البروجكت او الكي ديليفرابلز، تسليمات او المخرجات بتاعه المشروع. النقطه اللي بعد كده البروجكت اكسكلوجن، او ايه هو الاوت اوف سكوب، ايه اللي بره السكوب. يعني ممكن يجي لك سؤال، وده كان من الاسئله الشهيره جدا اللي ممكن تجي لك، عشان بس نوضح الموضوع ده. اثناء تنفيذ المشروع مدير المشروع لاحظ ان الفريق شغال في حاجه مش موجوده في السكوب، فيعمل ايه مدير المشروع عشان يعرف او يتاكد من الموضوع ده، يعني يروح يراجع اي مستند. طبعا هنراجع البروجكت سكوب ستيتمنت ليه، عشان هي اللي فيها البروجكت اكسليوشن، او هي ايه هو الاوت اوف سكوب، ايه اللي بره السكوب بتاعي مش موجود معايا. بعد كده البروجكت كونسترين والبروجكت اسامبشنز. الكونسترين اللي هي القيود، كل مشروع احيانا بيكون فيه بعض القيود، ممكن تبقى على الديتس، على التواريخ بتاعه المشروع، او على البادجت، ممكن تبقى مثلا تواريخ مفروضه علينا او بادجت محدد او بري ديفايند بادجت. البروجكت اسامبشنز واحنا لسه في مرحله التخطيط، احيانا بنفترض او بنعمل بعض الافتراضات. على سبيل المثال مثلا احنا مش محتاجين ان احنا ناخد الموافقه من القسم الهندسي قبل ما نبدا في النشاط، ده مجرد افتراض. وهكذا كل مشروع بيكون ليه افتراضات خاصه بيه. ده كان الهدف من عمليه الديفاين سكوب. كده احنا اخذنا كام عمليه؟ ثلاثه. اخذنا عمليه البلان سكوب مانجمنت، طلعنا منها السكوب مانجمنت بلان، عمليه كانت بتقول لي ازاي وازاي وازاي، هاو ازاي هيتم عمل البروجكت سكوب ستيتمنت.
اخدنا عمليه الكوليكت ريكويرمنت، كان فيها تولز وتكنيك كتير ومختلفه، دي كان الهدف منها ان احنا نجمع متطلبات المنتج ومتطلبات المشروع. العمليه الثالثه وهي عمليه الديفاين للسكوب، الغرض منها ان احنا نحصل على البروجكت سكوب ستيتمنت، هو ده المستند اللي بيحتوي على البروجكت ديليفرابلز. هي دي الديليفرابلز اللي احنا هنستعين بيها في العمليه اللي هتيجي بعد شويه، وهي عمليه الكرييت دبليو بي اس. هناخد الديليفرابلز دي هنكسرها في العمليه الجايه، هنعمل لها ديكومبوزيشن، هيتم تكسيرها، هنفضل نكسر لحد ما نوصل لاخر ليفل في الدبليو بي اس، وهو اسمه ايه؟ الورك باكج. ده اخر ليفل في الدبليو بي اس. طيب هناخد مقارنه سريعه ما بين التشارتر والبروجكت سكوب ستيتمنت. في البين بوك ايضا عامل نفس المقارنه. لازم دلوقتي هنقارن ما بين التشارتر ميثاق المشروع وبين البروجكت سكوب ستيتمنت. طبعا التشارتر بيتم انشاؤه في مرحله الانيشيتنج، في مرحله البدء، انما السكوب ستيتمنت في مرحله التخطيط، في البلاننج. طبعا ميثاق المشروع بيحتوي على كل حاجه هاي ليفل، بيحتوي على وصف المشروع، الهاي ليفل ريكويرمنت، هاي ليفل بروجكت ديسكريبشن، متطلبات المشروع بشكل هاي ليفل، وصف المشروع بشكل هاي ليفل، الهاي ليفل ريسك، المخاطر بس بشكل هاي ليفل. انا لسه ما عرفتش كل المخاطر اللي في المشروع، بعدين لما ادخل في تعريف الريسك ان شاء الله هنعرف كل حاجه بالتفصيل، هنعرف المخاطر ونحللها ونعمل لها استجابات، انما انا لسه في مرحله الانيشيتنج ما عنديش كل المخاطر، ما اعرفش انا بس اعرفها بشكل هاي ليفل. عشان كده المخاطر بتكون في بدايه المشروع عاليه جدا، لسه ما عنديش معلومات كتير عنها. السامري مايلستون سكادول، المعالم الرئيسيه، المعالم الرئيسيه بتاعه المشروع، القايمه بالكي ستيك هولدر، ستيك هولدر ليست، والبروجكت ابروفال ريكويرمنت، متطلبات الموافقه على المشروع، دي محتويات التشارتر. انما البروجكت سكوب ستيتمنت فيها وصف نطاق المشروع، البروجكت سكوب سكريبشن او نطاق المنتج، والاكسبتنس كرايتيريا، المعايير اللي احنا محتاجينها عشان نسلم الديليفرابلز البروجكت، او طبعا برضو الاكسبتنس كرايتيريا، المعايير اللي احنا المفروض نحققها قبل تسليم الديليفرابلز، البروجكت ديليفرابلز، مخرجات المشروع، دي اللي احنا محتاجينها من في العمليه دي عشان واحنا بنعمل كرييت دبليو بي اس، دي اللي هنكسرها بعد شويه. ايه هي الحاجه اللي بره السكوب؟ الاوت اوف سكوب، الافتراضات اللي موجوده في المشروع والقيود، البروجكت كونسترين والبروجكت اسامبشنز. دي كانت مقارنه سريعه ما بين التشارتر وما بين السكوب ستيتمنت. وبكده يبقى احنا خلصنا العمليه الثالثه وهي عمليه الديفاين للسكوب.